السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة ليندا ياسمين للطبخ. اليوم رايح نقدم ثقبة تقليدية بزيت الزيتون. ندوز مباشرة للمقادير. عندي هنا كيلو تاع سميد مخلط بين المتوسط ورقيق، عندي ملح، عندي زيت زيتون والماء باش نشمخ. نجوز مباشرة طريقة التحضير. بسم الله، هاوليك هنا سميد متوسط، نص متوسط ونص رقيق، حتى شوية درنا الخشين وحده ما جيناش المثقبة مليحة. هاكا ندير شوية تاع الملح، نفرغ هاكا كاس زيت الزيتون ولا خصني نزيد. هكا نحرك مليح ونحك هكا بين يدي باش يدخل مليح الزيت في السميد. هكا المثقبة لازم لها شوية سميد خشين وشوية رقيق، ولا درنا الخشين وحده تجينا يابسة، ولا درنا الرقيق ثاني وحده قد ما ديري له الزيت ما تجيكش مليحة المثقبة تاعها. نزيد له شوية هكا، قيس ربع تاع الكاس. هكذا دوك نشمخ بالماء، نحي شوية باش نسمسل بيه المثقبة تاعي. قيس هكا دوك نشمخ بالماء. المثقبة ما نعجنوهاش، لازم غير كان هكا غير تتلم لي العجينة خلاص، ما نعجنهاش. هكا بس ما تتلم برك هكا خلاص. دوك هكا بشوية تاع سميد ندورها هكذا، ندير شوية من تحت هكا، دوك هذو التشققات هذو اللي يجو من الطرف ديري هكا بين صبعتك هاك، ينغلقو قاعيتك ها هاكا. ها تتسقم بالخف هاك.
نخليهاش بزاف خشينه باش تطيب مليح من الداخل هكا. هكا خلاص. دوك نجيب موس ونقطع هكا. هذوك تقطع كيما تحب الاخت، كاين اللي يبغي يقطعها مقروطات، كاين انا نبغيها كنديرها شكل مربع. هكا نواصلها هكا باش تجي الحبة مسقمة مليح. انا درت ديجا الطاجين راه يسخن، دوك نديرها طيب. هكا نسقمهم كاع هكا مليح. دوك نكملهم ونبدا نديرها طيب ان شاء الله. دوك نبدا نطيب في المتقبة خاطر الطاجين راهو سخون. دوك نديرها طيب. دوك كي طيب لي من تحت باش نقلبها نعاود نولي لكم ان شاء الله. دوك نشوفها ويلا طابت نقلب فيها. هايليك خلاص طابت. دوك تزيد طيب من التحت نولي لكم ان شاء الله باش تشوفوها في طبق التقديم. راني وليت لكم بعد اللي طابت المثقبه تاعي هايليك امامكم في طبق التقديم. جات سوا سوا مع القهوه تاع العشيه. دوك نشربوا بها قهوه حليب ان شاء الله ونقسم لكم حبة باش تشوفوها كيفاش جات. بسم الله هاكا مع قهوة حليب تاع العشية يعني تجي ما شاء الله. دوك نقسم لكم حبة شوفوها كيفاش جات المثقبة بزيت الزيتون، المثقبة التقليدية اللي يديروها ناس زمان. هايليك يعني تجي هايلة بزيت الزيتون. نقدرو ثاني نديروها بمواد واحد اخرين. رايحة ندير لكم فيديو اخر ان شاء الله اللي ما توفرش عنده زيت زيتون باش يدير المثقبة، نوري لكم طريقة واحدة اخرى ان شاء الله.
نتمنى انكم تجربوها بهالطريقه، والله غير تجي يعني ما شاء الله. وما تنسوش ديروا لي جيم وابوني لا فيديو الى عجبتكم، والى الملتقى ان شاء الله مع فيديو اخر من فيديوهات ليندا ياسمين للطبخ.